السلام عليكم، مرحبا بكم معي قناة حلويات أسماء. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم وصفة ديال كيك بطريقة مختلفة وجديدة. كيك ديال الحامض كيجي بواحد الكريمة كتجي وسط منه، رائع بزاف، منعش ولذيذ في هاد الصيف، بحال إلا كتاكلو كيك مع تشيز كيك في نفس الوقت. كيجي لذيذ، الطريقة ديالو سهلة بزاف وما فيهش مكونات كثيرة ولا مراحل معقدة. عشاق نكهة الحامض غادي يعجبكم بزاف، شي حاجة مختلفة تبدلوا بها على الكيك اللي كديروا ديما. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم، تخرجوا عليا بتعليق وتشجيعات ديالكم، والان خليكم مع الوصفة وفرجة ممتعة. غادي نبداو على بركة الله. غادي نعطيكم الطريقة والمقادير في نفس الوقت، وكيف ديما غادي نكتب لكم كل شيء تحت الفيديو في صندوق الوصف. هنا خديت اناء درت فيه السكر، عندي كاس ديال السكر اللي 150 غرام سكر سنيده. غادي نبداو بالسكر ونزيدو عليه القشره ديال الحامض، حاولوا انكم تحكوا غير القشره الفوقانيه، ما كانش الحامض الخضر حتى الحامض الاصفر راه كيعطي مذاق زوين، غير هذا كيعطي مذاق مجهد اكثر. كنحكوا الحامضه ديالنا كامله القشره ديالها وكنزيدوها على السكر. فهاد المرحله هادي غادي نحاولوا نفركوا بالاصابع ديالنا السكر مع داك القشره ديال الحامض، باش داك القشره كاع الزيوت ديال الحامض اللي فيها كتلق الريحه اكثر في الكيك ديالنا. هاد الطريقه يمكن لكم ديروها مع اي نوع ديال الكيك ديال الحامض. بداو بالسكر مع الهكا مع القشره ديال الحامض، فركوهم مزيان مع بعضياتهم وتلاحظوا ان النسمه ديال الحامض جاتكم بجهد اكثر وجاتكم مركزه اكثر في الكيك ديالكم. صافي فركتوهم مزيان، كيف ما كتشوفوا راه اللون ديال السكر تبدل. غادي نزيد عليه جوج ديال البيضات وغير خلاط يدوي، ما نحتاجش نهائيا نستعمل خلاط كهربائي. كنخلط مزيان حتى نحس بالسكر بدا كيدوب مع داك البيض، وكنزيد الحليب، نص كاس ديال الحليب، كنرجع نخلط. ومن بعد كنزيد كاس لاروب ديال الزبده اللي تكون مذوبه وبارده. ما تخافوش من استعمال ديال الزبده في هذا الكيك، راه كيجي زوين بزاف، كيجي غني المذاق ديالو لذيذ. الزبده راه كتجي بزاف في الكيك، غير ما تخافوش منها، المهم خصها تكون مذوبه وتكون بارده. وصافي هنا ما كيبقى لنا غنزيدو المكونات الجافه من الدقيق وخمارة ديال الحلوه. الدقيق راني مغربلاه مسبقا، وكنزيد خميره ونص ونخلط. الدقيق ديما كنزيدو على جوج ديال المرات ولا ثلاثه كاع، وكنخلط نحرك مزيان حتى غادي ينسجم ليا الخليط ونحصل عليه بحال هذا الشكل. خليط خفيف شويه ولكن ماشي جاري بطبيعه الحال. في هذه المرحله غادي نجيب القالب اللي غادي يدخل الفران، درت له الورق ديال الطهي من التحت وجناب مدهون بالزبده ومرشوش بالدقيق. يمكن لكم تستعملوا القالب اللي كيتحل من الجناب، يقدر يجيكم اسهل باش تحيدوا الكيك من بين. انا هذا جاني سهل، يعني حيدته بكل سهوله. المول يكون من 20 حتى 22 سنتيمتر. هنا ماشي غادي ندخلو الكيك ديالنا للفران، غادي ندخلوه للثلاجة باش غادي يشد فراسو، ونديرو الطبقة الثانية من الفوق. فديروا الكيك ديالكم في الثلاجة ولا حتى المجمد بما ان الحرارة بزاف باش يشد فراسو. وهنا كنرجعو باش نحضرو ديك الكريمة اللي غادي تجينا من الفوق. فكنجيب الحامض مرة اخرى، غادي نحك حامضة اخرى. هنا عندي الكريمة غادي ندير فيها قشرة ديال الحامضة، ولا الكيك كيكون فيه قشره ديال الحامض. دوك جوج حامضات غادي نقطعهم وغادي نعصرهم، فكنحاولوا شويه بحال ندلكوا ديك داك الحامض باش يطلق معنا داك العصير ديالو. في الاخر كنتحصل على نص كاس هو اللي غادي نحتاج في هذا الكريم. غادي نحتاج كذلك واحد العلبه ديال الجبن كريمي، اي نوع او اي ماركه، مهم يكون جبن كريمي زوين. علبه فيها تقريبا واحد 170 غرام. غادي نزيد عليها سكر سنيده ولا سكر كلاصي الا توفر عندكم غادي يكون حسن. وغادي نخلطوا كل شيء مزيان مزيان كيف ما شفتوا معايا. من بعد ما كينسجموا كنزيد بيضه واحده وكنرجع نخلط. وكتبقى لي اخر حاجه اللي هي العصير ديال الحامض اللي جهزت من قبل، نص كاس ديال العصير ديال الحامض. انا استعملت كاس لاروب اللي هي 100 غرام ديال السكر في هذه الكريمه، تقدروا تزيدوا او تنقصوا على حساب الحلاوه او على حساب الحموضه ديال العصير ديال الحامض ديالكم. انا بالنسبه ليا جاتني هذيك، يعني حموضه وحلاوه هي هذيك.
صافي هنايا الخليط ديالي وجد ديال ديك الكريمه. غادي نجيب الكيك ديالي من بعد ما شد راسو، وغادي ندير هكا شي ملعقه كما كتشوفوا كنخوي فوق منها لان الخليط خفيف، ما تخافوش راه ما كيتخلطوش مع بعضياتهم. صافي نخوي الكريمه كلها وصافي غادي ندخل الكيك ديالي للفران. حتى كندخلو ديما عاد كنشعل وكنخليه، انا بالنسبه ليا كيطيب على 150 تقريبا، بعض المرات كنقص ل 140، شاعل الفوق والتحت تقريبا، خدا ليا 40 دقيقه. خصو يكون بحال هكا طايب من الجناب وفي الوسط باقي باقي ديك الكريمه كتزعزع، يعني ما تخليوهاش تقصح تماما باش تبقى كريميه. وصافي هنا غادي نخليها تتبرد تماما، عاد ديك الساعه نقدر نحيدها من المول باش ما تخسرش او تضيع عليا، وضروري ما تخليوها تبرد مزيان مزيان في الثلاجه، تقدموها كتكون تماسكات وديك الكريمه ديال الحامض كتكون شدات في راسها مزيان. وصافي تقدروا تحيدوها من المول فاش طابت ودهنوها وزينوها كيف ما بغيتوا. انا هنا خديت ناباج غادي ندهنها كامله من الوسط والجناب، وفي الجناب غادي ندير شويه ديال الكوك. الكوك المذاق ديالو حتى المنظر ديالو كيجي زوين، المذاق كيجي مع الحامض. وفي الوسط غادي ندير غادي نحك شويه ديال الحامض، وغادي ندير واحد جوج شريحات من الفوق في الوسط. صافي وكنقدمها بالصحه والراحه. الكيكه ديالي هي وجدات، اكيد غادي نقطعها لكم باش تشوفوا كيفاش كتجي من الداخل. فكيكه منعشه صيفيه بامتياز، الناس ديال الحامض راه غادي تعجبكم بزاف. المذاق تماما بحال الكيك اللي كتاكلوه مع تشيز كيك في نفس الوقت، تشيز كيك ديال الحامض اللي كيطيب في الفران بحال الا كتكون طبقه من الوسط ومن تحت الكيك، راه كيجي خفيف الكيك كيف ما كتشوفوه، حشيش وخفيف وانتعاشه رائعه في هذه الحراره هذه. فهذا هو الشكل ديالها، كتجي الكريمه بحال هكا والكيك من التحت. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال اعجابكم، كنتمنى تجربوا الوصفه وكذلك تعجبكم وتردوا عليا. الى عجبتكم وصفه اليوم كيف ما العاده ديروا جيم، اشتركوا بالقناه الى كنتم مازال ما مشتركين، شوفوا على الجرس باش يبقى يصلكم الجديد ديالي دائما. التعليق ديالكم والاراء ديالكم كتهمني. الى عندكم شي وصفه باغيين تشوفوها قولوها ليا، كذلك غادي نحاول نديرها لكم. الان خليكم ونتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله.